خوتي شي استراتيجي نقدر نقنع بها الكليان نشريو المنتوج ديالي عن طريق المايلينغ. خويا المايلينغ وعلاك تيكونوا الناس مسبسكريبين دايرين سبسكريبشن عندي. اخونا دوك على الفان دوك على الفان، انا ما بغيتش والله الا حرق الضرر دوك صاحبي هذه الدوي ولاو بالفان يعني كانت دوي جد. نقول واحد الجمله وندوز ديك الكلمه مزيانه كاع قول الجمله واحد شنو قال دابا قال لك دابا لجيت انا عند شي سيده قلت لها السلام عليكم تزوجي بيا، هي اللي باغي تبيع باغي تبيع لي راسك تزوجي بيا، هذه الهضره ديالنا الباتل في ليفينمون الاخراني. قال لك كليك ما عاد كانت غبيه ديك السيده ولا كاين شي سيمو لا 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 ما تعرفش السيمو قول ما تعرفكش ما كتعرفكش جيت عندي قلت السلام عليكم تزوجي بيا حتى 99.9999 تقول لا، هي هذه كاستمر اللي مشيتي عندها قلت لي شري منها تقول لك لا، ولكن الا مشيت عندها وقلت لها السلام عليكم صافا بخير اش كديري انا اش كندير خرجتها تقهوينا بدا مشيت بها هنا مشيت بها هنا مشيت بها هنا وتعرفت عليا اكثر وتعرفت عليها اكثر شنو اوكي وتعرفت عليا اكثر وتعرفت عليها اكثر عاد قلت لها تزوجي بيا هي تقول يس، يعني هي جيت هي هذه الكاستمر ماشي جيت تبيع له من النهار الاول جيت تبني مع واحد العلاقه غنعطيو على الفري انفورميشن تعرفوا شكون انت يا تزيد تخلق مع واحد العلاقة عاد تقول ليه شد ولا تقدر تجي تقول ليه شري هذا شكون انت انا قبل الناس الله يخليك شري هذا الفانل هو جيد واحسن منه تفضل على الفانل يا تفضل على الفانل سمعنا اخويا واش على سميتو الفانل قول لينا شنو دابا الفانل في كاينين بزاف ديال الفانلات الفانل هو بحال القمع كازيمون ست القمع كاينين الناس اللي فور اكزامبل الفانل في الاي كوميرس يبدا تجيب الترافيك اللاندينغ بيج واللاندينغ بيج تكون بحال ادفيرتوريو ولا بلوك بوست وتكون شات فيها ارتيكل وتوصف فيه في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا بلا 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 البنفيتس بنفيتس 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 وبعد كاين في كول تو اكشن والكول تو اكشن كي تكليك عليها تهزك للتشيك اوت بيج التشيك اوت بيج اتس وان بيج تشيك اوت يكون فيها الاوردر كوانتيز يكون فيها الشيبينج ديتيلز البيمنت ديتيلز ويكون فيها واحد اللعيبه نسميها احنا الاوردر بامب سلمت عليها كالاوردر بامب والاوردر بامب في العاده نبيعه ال ف انت هذه لازم تعملها في الـ في الـ في السي او دي الاوردر بامب هو نسميه احنا سبيدي فولفيلمنت برايورتي فولفيلمنت مش برايورتي ديليفري برايورتي فولفيلمنت سو البرايورتي فولفيلمنت هو بيسكلي كتخرج الاوردرز نتاعك في الاكسل شيت الناس اللي خلصوا البرايورتي فولفيلمنت تهزهم تحطهم الفوق في الاكسل شيت تقدر تبيع في الهواء وتشارجي 5.99 6.99 عم ناول وقيل دخلنا بريسك 7 فيجرز جست من برايورتي فولفيلمنت نبيع في الهواء يعني فروم نوتن نبيع في الناس تعمل في كوبي كولي نمره 14 15 20 طلع من نمره 1 2 3 سيدو وبعد يجي لي زابسيلز لابسيلز وان كليك ابسيل نمبر 1 سو الفانل يبدا لانك بيج تشيك اوت بيج ابسيل 1 ابسيل 2 دا ابسيل 1 دا ابسيل 2 باش يستافدوا من النقطه هذه كتحط لهم فري شيبينغ وكتحط كنحط فري شيبينغ كنحط الاوردر بامب وكنحط الاوردر البريك داون كوانتيتي معناها يشري واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه لا 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 ندوي على القضيه ديال الشيبينغ كتحط ليه فري شيبينج ونحط برايورتي فولفيلمنت اذا بغى وتدي له 96 95 96 94 انا وتبيع لي واحد السيرفيس ما واحد السيرفيس ما كاينش وكتزيد تشارج عليه ب 7 دولار درتها في جيبك فاو والناس اللي ما عندهاش تقول ما عندهاش الاي او في نتاعك انا تصور انت معناها انا وياك نبيعوا نفس البرودويات انت تبيع في 20 دولار وانا نبيع في 20 دولار شوف انا عندي 6.99 زايد عليك 27 انا 27 وانت 20 في الفيسبوك ات ما تنجمش تغلبني في الاوكشن خاطر عندي فلوس اكثر منك نجم نربح